وبالنسبه للسؤال اللي قلتي دفعت بنتي باش دير هكا، انا ما دفعتهاش، الظروف اللي دفعتها الاراده ديالها، وربما راه تسالها ماشي هي ما فاهمش، هي عارفه كل شيء. خليني نكمل واخا سير تفضلي. اي كملي. انا ما عرفتش شكون اللي دعاني، حيت انا جاب لي جاب لي ما عرفتش واش مقدم ولا المهم جاب لي واحد السيد الورقه، جاب لي السيدعه قال لي راه خصك تمشي تحضري عندهم. قلت له ودي انا البنت دابا تقرا في المدرسه. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، فدائما معنا ديال مراكشيه اللي دايره لبنتها قناه، وهي القناه بسميتها ولكن دافعه فيها بنتها، كدير روتيني اليومي بابشع الطرق. فهادشي هذا اللي غضب المغاربه كاملين وهز الراي العام المغربي وخلى جمعيه تدخل على الخط، وبذلك جاء استدعاء من عند الدرك الملكي باش انها تمشي يعني استدعوها. ربما القضيه غادي يكون فيها اعتقال على حسب ما قال الصحفي، فالامر ما بقاش مستاهل به كما كان في السابق، الامر ولا ماخوذ بجديه لان هادشي هذا غضب المغاربه كاملين. فالسيده مازال بالرغم من هادشي من استدعاء اللي جاتها وداكشي مازال كت يعني كتقول لك بان راه احنا ماشي خطرنا، قلت شي هي اللي خلاتنا اننا نوصلوا لهاد الحاله هذه. ولكن كما قلت في فيديوهات سابقه الفقر ما عمره كان ذريعه او سبب باش ان الانسان يوصل لهاد قله الكرامه بحال اللي شفنا في هاد الفيديوهات ديال هاد الطفله. بصراحه راه مازال طفله والام ديالها كتشجعها على هاد الروتين اليومي الفاضح للاسف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله يهدي ما خلق. هي فعلا إلا شجعنا بحال هاد النماذج أو بحال هاد الحالات هادو ويعني وطلعوا في القنوات ديالهم، راه كل شيء غادي يبقى يدير بحال هاد الشيء. هذا ضروري خاص كل حشمة والاحترام، إنسان لبغى شي حاجة يطلبها وهو يعني محتشم بواحد الطريقة اللي تكون مأدبة ماشي بهذيك الطريقة. كاين بزاف ديال النساء دايرين قنوات كنعرفهم مطلقات بوليداتهم، يعني كيترجاو من المشاهدين انهم يعاونوهم باش يطلعوا المشاهدات، ويعني راه معروفين القنوات. كاين واحد السيده مسكينه ساكنه غير في السطح ديما القطره عليها، الناس تعاونوها وغاده مسكينه شويه بشويه. كاين بزاف ديال النماذج ولكن بحال هاد الحاله هادي راه ما كتشرفناش وما كتشرفش المغاربه. المهم غادي نتسنى التعليق ديالكم اللي غتخليو ليا فيهم الكلمه، شنو رايكم في هاد الشيء هذا. والسلام عليكم.